الدباديب هاي الله يسعد ديات ورزك قلب والله. أول جفتي بعتني إياها قصي يا عمري بس الله يسعدك قلب والله. قصي والدباديب ستار كابتن والآن يا ساتر بس أول فايت كابتن. لا 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 قصي حي بالقلب تعيش أخي يرزقكم أخواتي جميعا. هوف أول فايت ستار كابتن أول كل ستار كابتن عند السنة عند السنادي كابتن ما يرحم طبعا أكيد بالكلوز وبالهاي وباللو وبالهيب وبوين ما كان ويمت ما كان ستار كابتن حاضر ويقولها علنا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي اسعد دينك. أي بداية يا كابتن أي قوة يا كابتن وأي ثقة يا كابتن. إيه والله كابتن نو ميرسي كابتن ما يرحم أكيد ما يرحم أكيد. هو في الإيراني غير الإيراني كمان موجود خلي بالك. قلت لك الروم مو سهل أبدا على الطرفين بصراحة. اثنين هون واحد هنيك يا عمري ترس بادي هي الدمك لكن النو فيست خلي بالك. يا ساتر بس مليون تكبيس اليوم ها مليون تكبيس اليوم والله. اثنين هون وواحد هنيك ثلاث كلات بدايتين ستار كابتن. اي بداية لكن نيمة واي صحوة يسعد دينك. وينو اكل اثنين بادي لكن نو فيست نيمة اتوقع اتوقع يموت. هاي لكابتن هاي لكابتن صدقوني هاي لكابتن صدقوني هاي لكابتن صدقوني هاي لكابتن هيا ستار كابتن هيا ستار كابتن اكيد 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 كابتن اكيد كابتن اكيد الستار. هوف وين تطلع تقول له كابتن معلش انا ممكن هيل ما فيك تهيل يا قلبي والله للاسف. ترس ستار اونو عند النيمة عند الايراني ستار سي جي تي تختلف البلدان لكن ستار كابتن ستار كابتن هدو بادي من نيمة رجع له كابتن لكن ويلي نيمة شلو انا الدوج ترس دوس يا ويلي بس تلاتي هون اثنين هنيك تصيح حي بالقلب تعيش على العملات وعلى هدايا قلبي الله يخليك والله. مليون تكبيس ان شاء الله اليوم تلاتي اثنين خلي بالك. هوف خمسة بادي يلحق ما يلحق يلحق ما يلحق ما يلحق ما يلحق ما يلحق هاي كلايت كابتن كمان هاي كلايت كابتن كمان هاي الدم والله والله هاي الدم. خلي بالك يا كابتن الإيراني نو ميرسي هيد شوت بادي كابتن الرابعة ومين غيره ومين غيره يسعد دينك يا أخي. يخطف دمج يصبر ويتروى شوي وبعدين خلاص فايت يمين دوج مع كراوتش تجيب الكل الرابعة وكيف لا يا كابتن. آخ بس آخ يا كابتن. أربعة اثنين بداية روم رهيبة ما شاء الله الطرفين رهيبين بادي من نيمة خلي بالك. أربعة ثلاثة ممكن الثالثة ممكن يا نيمة الإيراني مو سهل حكيت لكم إياها من قبل. نيمة الثالثة ولا إيش نيمة الثالثة ولا إيش بادي على الماشي وحربة الكلوز والدروب شوت يسعد دينك. الثالثة مين والناس نايمين يا نيمة. خمسة اثنين ستار كابتن ثلاث كلات الفرق صار ثلاث كلات كومبو يا كابتن يا ويلي بس حرب الكلوز يمين شمال ونهايتها اكيد وختامها مسك بالدروب شوت طبعا اكيد. ستار كابتن لحد الان فوق اكيد لحد الان بداية قوية والله لكن 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 كابتن الساتسي كابتن الساتسي اكيد 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 ستار كابتن مصر من نسور قاسيون معانا موجود كالعادة يا سالة طبعا اكيد طيران وتحليق فوق هون بسمة تي دي ام ستار كابتن نمبر ون بسوريا. اخ يا كابتن اخ ستي هون واثنين هنيك حرب هالكلوز راح تتم ممكن السابعة ممكن ممكن السابعة ممكن وليش لا اثنين بادي يسعد دينك. ملا سرعة وملا كابتن وثلاثة بادي وينو نيمة والإيراني هي نيمة شلون الجام شلون الجام يسعد دينك. ستة هون وثلاثة هنيك ملا بداية روم بداية الروم حكيت لنا انه الروم راح تكون نار صرنا بنصف الروم راحت من الروم خمس دقايق يا ويلي أربعة بادي هاي كلك هاي اوف هاي كلك وباذن الله مليون تكبيس اليوم باذن الله تعالى
7-4 ستار كابتن بادي على الماشي نايس يهيل ما يهيل ما يقدر ما يلحق ما يلحق سحبه اثنين بادي نايس يا ويل شلون البيك ملا سرعة يسعد دينك ملعبك اي سرعة يا كابتن واي قوة بالمواجهة يا كابتن طبعا اكيد 8-4 مع انه سحبه لكن كابتن صاحب سرعة بسم الله ما شاء الله رهيبة خلي بالك يعني اليوم بنوصل 1,000,000 تكبيسة و10,000 متابع يعني بصراحة ما أعرف 8-4 آخر 150 ثانية من الروم بقيت يا كابتن هل رح نشوف توسيع الفارق من كابتن أم وين توسيع الفارق طبعا أكيد ستار كابتن لحد الآن العلامة الكاملة من الأخير كان من المرشحين يفوز بالبطولة ولا زال من المرشحين يفوز بالبطولة نعم طبعا اكيد ستار كابتن هوف يا عيال رهيب رهيب قسما بالله رهيب بفايت الكلوز ما شاء الله عليه بفايت الكلوز رهيب اي ويلي هيا نيمة يسعد دينك 100 ثانية 5 كلات الفرق ما اتوقع اخواتي اذا بتوقع شيء بتقتلوني ولا بتزعلوا مني ليش احس الايراني راح يفوز بالروم الجاي معه يا ساتر فريكل من كابتن 80 ثانية فريكل من كابتن 4 كلات ب80 ثانية بمعدل كل 20 ثانية 1 كل للايراني نيما هات لنشوف هل راح تتم الريمونتادا هل راح تتم الكامباك بفايت يسار هي يسعد دينك 60 ثانية لحد الآن ماشي صح 17 فرق 3 كلات و50 ثانية أخيرة من الروم بقيت لكن ما أتوقع هذا الشيء يتم على كابتن ما أتوقع وين كابتن هي كلك كابتن هي كلك كابتن أوهو في الإيراني كله لا طالما هي الكابتن ما راح يموت نيمة راح يموت هي شلون أجمب يسعد دينك خلاص الأمور انتهت خلاص يا كابتن الأمور انحسمت جي جيز أول روم أول فوز للستار كابتن وربي كادت يا نيمة لكن قدامك ستار كابتن معلش 11 هون و7 هنيك الأمور انتهت الأمور انحسمت ستار كابتن ماش أكيد ملا دود أسألكم بالله شلون الدود واو ستار كابتن أوكي well here نيما tries to peek 1 minute just goes تاشي قمت أشوتي ستار كابتن from the right side نيما in the other side Okay. Oh. What type of super star captain here? 30 million headshots. 1-0 for captain. We're gonna check captain after this game. 1-0 for captain. What kill from him? 1-0. 1-0. تاشي كون چاتي نيامي تانو كابتيني دا كيمي كابتيني دو كيمي دو چاتي نيامي تانو دا كابتين نو نيما هير هي get the first kill everything is tied now تاشي كون تاشاتي چاتي كا پارازم دا پارازم رزدادين چاتي for all of you we are in the middle tournament but just don't forget to follow me Captain, never lose. He don't like mistakes, guys. 2-1 for him. One more point. He's leading now. This one more point, guys. Tashi gonna shot it. Do you mean, guys? Do you mean I shot it? Kimi Captain, do you feel that when Nick kill Epersi? Tashi gonna shot it. Shot it. Musarani, me na bo follow be. Musarani, so I've just done 1 meter 100 meter. Mkini follow be snya 500, po nice. Tashi gonna shot it. Open him for the third. Both players are giving info, Stark up in the jump shot, Stark up in the off angle here,
Star Captain! No, 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 no! And he might just get another game for die now. But he's very low. Tash going to shot the Ape Strong with the Tony Matas Star Captain. Do the Tony to the name for Tash going to shot the Nima is very low now. His vest and his helmet is 50-50, guys. Two menus of shot the. Just couple of them, just pushing in juice, use the gold and midden and the face, and for Star Captain. Many a super of Angleton going on my. Poor Mania Kelto. 3-2 for Captain. One more point for him again. He wants to win tonight. 2-0, not 2-1. 3-2 for Captain. He's playing too much better than the first stage. 3-2 for Captain. He's winning now. Again, this one more point. Katie, Golden Boy, if I'm dead, sure. Masarani Mina Buffalo, Pernissa to do me. If I'm not below. Oh, 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 Captain! Get now two more points in the lead. Nima in the big problems now, guys. Nima is in big problems here. Tashi going to show the core Nima has problem at Moya. Upa, pretty far in Nima's door. Tashi going to show the. Upa! Two headshots. Star Captain is winning in every side. In peak, in face to face, in scope, in every side. 5-2 for him. Three more points for Captain. Wash, one shoe. Thank you, man. Golden Boy, Five Nation. Let's see. Nima is very low. Captain, this is a super. Left, right, peak. Four more points for him. Super, super game from him, and no, not like this, Nima. No, my friend, you need to wake up. Vanshu, thank you. Oh. What the name? And Nima, let's see if Nima can get this game. Nima needs the skill to get it. And Nima is pushing. He lost the skill. Nima is pushing, but he's not in the best form. He's not in the best form. Captain! Captain is a mega form. Six more points for him. Super, 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 super Captain. Hey. Star Captain did some skills here. Six more points for him. Nima needs to wake up. Not like this, Nima. We are in the middle of the tournament, man. Nima! Like this, man, like this! And Nima gets the third kill here. And let's see what Nima can do in the last 4 minutes. We need one shoe, thank you, Wangshu, thank you too much, thank you. Tash going to shot the UFA! Oh. And Nima now! He's getting up, guys! He needs 4 more points! Let's see, Nima from the right side, Nima is pushing, Nima! Super left side, Nima, Nima, Nima! He's getting back, guys! He needs 3 more points! Let's see! Nima needs just 3 more points to tie this game, let's see if he can do this happen now. Too much left sides from Nima. Hello! Captain is very nervous with Nima. I don't know the reason. It's a game more this nerves than this your skills. Sorry for my English. I'm not very good at this. But I'm trying to do it. No, 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 no. 5 more points. Pass kills the receiver. Star Captain. Wish to know who are. Super Star Captain in a super formity. Star Captain. Star Captain. Very good. 2 kills from him. Çu şi bir pop reaction among this. He's untouchable, bro. He's untouchable in some kills. Nima, he has 3 minutes. It's very enough to come back, but we're gonna see it. We're gonna see it if Nima can do this. No. Star Captain! Never make mistake, guys. Tashi going to show this. Start kill the receiver. Star Captain. After this game, we'll have the game between Star Captain
And Stargardian, we'll have the game between Serpent and Talon. Which of them will win? We're gonna be the opponent of Stargardian. So let's see who will be. Stark gets a pursuit of Stargardian to short Stargardian. Right push at the Stargardian. Right push, left push, left push, and everything is ended here. Everything is ended here, guys. Stargardian. He is trying to tell us, I'm not just a content maker, I'm one of the best. 8 more points for him. Ufa, left peek, right peek, left peek again, right peek. Not tonight for Nima. Super form from Stargardian here. He's winning now with 9 more points. Super Stargardian is out there. When Slider will play? After game of Serpent and Talon, he will play, guys. In 30 minutes, bro. The rock. Dash with a shot. Yeah. Super Star Captain. 10 more points. In the middle of tournament. In the middle of quarterfinals. In the middle of the best tournament of all times. Star Captain is doing that. One of the best tournaments, I'm gonna say that. I'm not gonna say the best because... Oof! Film the silicon still end, but Stargardian is in another level, another form from him. Super, super Stargardian. Please, all of you that don't follow me, please tap the follow button. Let's get to 23k followers. And don't forget to join on my Telegram channel, it's in bio. Love for all of you. After this game, we will have Serpent vs. Talon. So let's see which player will show his levels after this game. Okay, Stargardian is very nervous. He's shooting loot of Nima. The reason I don't know again, but let's see. He's getting revenge. For? Nima. Sometimes revenge is better than a cake.